بالوثائق ديالي كامل الصفه عندي. هاد الوستاكل هذا ديال الصفه ما عندنا ما نديرو به. ما بقاش كياكل. دابا المحامي ديال الطرف الاخر كيقول ان ما كايناش الجبزه، ان ولدي قلتي انك لقيتيه، ماذا تقول؟ شوف ما شوف اولدي راه ما حد الملف ما كاينش والوثائق مسحوبه منه. اتحمل امام العالم الملف مسحوبه منه، الوثائق على مستوى كتابه الضبط الملف ما تيكونش كامل. على مستوى الجلسه السيد الرئيس مشكور تيهضر على داكشي اللي بين يديه تيقول لك الملف كامل، ولكن اي فوا تيقول لنا طلعوا للمكتب تنطلعوا للمكتب تتوقع يقع فيها ما يقع. حنا ما حنا شوف ما نقولوا لك لا كاتب الضبط ولا رئيس الجلسه، حنا الملف يتم الجرد ديالو كلمه بكلمه ورقه بورقه. المرفقات المرفقات واش نوقع في 2007؟ الا بغاو يخبيو شي حاجه راه عندي في الجعبه ديالي الكثير. انا تنقول لكم ما غاديش نتسرع، ولكن هذه الحاله العصبيه اللي داروها في السيده المحاميه كون انها هضرت فيا وقالت لي ما هضرتيش على ولدكم، انا كنحترم ادبيات الجلسه. اما كون بغينا نديرو فوضى كون مشينا نديروهم، كون غير شي قتل شي، واش حنا ما قادينش؟ شنو تسحب من الملف؟ شنو تسحب الوثائق؟ مسحوبه وثائق مهمه واساسيه في الملف. نعم سيد التعامل السيد الرئيس كيقول لك انا معاكم في هذه الوثائق. رائع سيد الرئيس، رائع، ما قال عيب، ما قال عيب. المشكل هو في الجلسه كيكون ملف في كتابه الضبط يولي ملف اخر. ثلاثه ديال لي بوكس، لو بوكس ديال التشريح نشوفوا التصاور كاملين والصوره اللي مضروبه على مستوى الراس، ونشوفوا البوكس الثاني والبوكس الثالث. اما باش يجيبوا لنا حفين هاد الوراق نو نو اي نو. ومالهم زيرو؟ علاش زيرو؟ علاش؟ حيت الوراق ما كاينينش؟ يحطوا لنا وراقات لا وتحاكموا بهم. ما يمكنناش نقص على مائده اللي ما كانوش فيها اربعه ديال الرجلين. السيد الرئيس قال لكم في الجلسه مستعد انه يدير معكم الجلد وثيقه بوثيقه. نعم. وكان واحد التصدع بينكم بين الدفاع ديال الطرف الاخر. التصدع في الخطوات اللي دار الرئيس، واش تقدر توصل لهذا النتيجه اللي بغيتو انتم اللي هو الوثائق؟ كنتمنى انا غشتي غير وصلونا الوثائق كلها. فهمتيني بالمرفقات كامله بالارقام بالرقم رقم ورقم 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 فهمتيني؟ ما غيبقى حتى مشكل. انا راضيه. أنا غادية بحكم الله وغادية بالحكم ديال السيد القاضي، ما عنديش مشكل، ولكن باش تبقى حنا نحكموا بالملف مبتور، لا، لا ثم لا، ما يمكنش عباد الله، ما يمكنش ما يمكنش. القاضي كيسمع من جوج، ملي كيسمع من جوج يعني كل واحد يدري بالوثائق ديالو، إذا الوثائق خاصها تكون كاملة. ما يمكن ما يمكنش هاد المحاكمة تكمل، إذا شنو دابا شكون اللي كيدير شكون اللي كيدير حجرة تعطرة؟ شكون؟ حنا؟ حنا؟ ماشي حنا. هاد الملف خصو يتسال، ما خصوش يبقى هكذا. التنسيق ديالك مع الاستاذه زين خيار وكانت في واحد الوضع صعب، شتي انه غيبات في الجلسه. نعم. الان الوضع الصحي ديالها ليس على ما يرام. نعم نعم. بحكم انك انت وياها يعني كتعرفوا مكامن الخلل. نعم. الحلول اللي كتشوفوا ناجعه من اجل تحيد التصدع وتوصلكم توصلوا للوثائق. الحلول اولدي الطلبات اللي باغا انت يا استاذ. نعم، الحلول هي الحل الناجع هو هذاك الملف من 2007 من الليله اللي تختفى فيها التهامي راه كانت تحريات على مستوى المحمديه على مستوى الدرك الملكي وعلى مستوى الشرطه. اذا هذه التحريات هي اللي خصها تكون، ما كايناش، ما عندناش كامله، ما عندناش كامله. الا عندنا صفحه واحد ما عندناش صفحه ثلاثه، الا عندنا صفحه ثلاثه ما عندناش صفحه جوج وهي ماشيه. ولا ما كانش هكذا ما يمكنناش نعرفوا التسلسل ديال القضيه. واخا حنا عارفين انما بغيناهم هما يقولوها ان شاء الله باذن الله، راه المحاكمه ما غتمشي الا ما كانوش ورق كاملين. نقطة ضعف الأستاذ اللي باقي كيشوف الطرف الثاني وتيتكلم على حياة الصيفة، تيقول ليس لها صيفة، فين وصلتوا في الإجراءات ديال الصيفة باش تمكي أمام القضاء يعني كطرف مدني اللي كتنوب على الإبن ديالك؟ نعم، الصيفة أول مرة، ذاك المرة سبتها واش نساوها أو شنو هو؟ سبتها في الملف طلعت أنا والسيد رئيس الجمعية والسيدة المحامية، الصيفة كانت عندي، عندي الصيفة باسم جلالة الملك، عندي الصيفة، إذا كيفاش تقول لك أنا ما عنديش الصيفة؟ عندي الصفه، خليني من ام بالمساله البيولوجيه، انا عندي الصفه اداريا قانونيا عندي الصفه. وزيدوا انا ما عنديش الحق نهضر في الحقيقه في الجلسه غير ما شاء الله استفزوني، ولكن ما باقيش تكرر ان شاء الله، نخلي الدفاع ديالي يتكلم. السيد الرئيس عيط لك وشرح معاك هذه الوثائق بدقه، الكلمه اللي دازت بينك وبين السيد الرئيس امام العموم. السيد الرئيس نعم، انا هزيت طبعي باش غادي باش ندلي بواحد الدلو. شنو هو؟ هو غنقول له اسيدي راه التصويره على مستوى الراس مضروب، راها ما كايناش، شافتها السيده المحاميه وقيد وتسجلت محضر الجلسه بحضور السيد رئيس الجلسه السابق ما قبل السابق، فهمتيني؟ هو براسه تسائل فين هي هاد التصويره، هو كيتسائل فين هي الصوره اللي هو شافها سبق له شافها. اذا شنو هادشي كيعني؟ حنا شنو كيغدي يتم هاد المحاكمه؟ كيغدي يتم؟
كاتي شنو الطلب اللي كتشوفي انا والساده بالضبط بشرحي لنا بالدقيق شنو اللي غادي كتشوفي انت معنا شنو الطلب ديالك والوثيقه بالضبط اللي الوثائق اللي كتكلموا عليهم وهنا بين قوسين السيد الرئيس جاوبكم على القرص قال لكم القرص كاين عندي يتحمل فيه المسؤوليه وقال لكم حنا غادي نوضعوه امام العموم في الوقت ديالو نهار اللي ندخلوا الموضوع نعم الطلب ديالك انت على الوثائق المهمه اللي كتشوفي عندها قوه في الميزان نعم الوثائق اللي بغيتها تكون هي اولا بعد القرص القرص اللي فيه المعاينه بذاتها وصفتها نشوفوها على مستوى الجلسه وبالاحرى نتمنى قانونيا عندنا الحق حنا اللي ولا نشوفوهم من ذاك القرص لان في المر فقط بما اننا عندنا بالحوزه ديالنا الملف خاصنا نشوفوه ضروري خاصنا نشوفوه هذاك المرفق اللي هو السي دي نشوفوه حنا وعاد يدار على مستوى الجلسه ديك الساعه تناقشوه اما باش تستعب ساعتها ونشوفوه والله اعلم حيت انا شغن نقول لك راه ما بقيتش كنطيق قطعا ما بقيتش كنطيق قطعا وهذا ماشي كيعني بلي انني كنفتري اولا تنجيب من راسي لا هذا كيعني مسائل ملموسه انني كنقلب على رقم كذا ما كنصيبوش شي كنقلب على رقم كذا ما كنصيبوش اشنو ديالكم استاذه حياه على الطرف الاخر كيقول لك يعني المطالبين بالحق المدني يمططوا هذه المحاكمه لصالحهم احنا ما عندناش صالح فين هو الصالح كل حاجه عندها شي مصلحه انا ما عندي حتى شي مصلحه عندي مصلحه وحده يا عباد الله هي نعرف ولدي حقيقته كيفاش مات وكيفاش توفى وكيفاش تقتل وكيفاش ضارب والزمان والمكان وكل شيء انا ما عندي حتى شي مصلحه ما عندي حتى شي مصلحه وكنتمنى من هذا المنبر هذا كنتمنى باش الطرف الاخر الله يخليهم انهم المره الجايه ما يستفزونيش ما يهضروش معايا انا محترمهم 16 عام هذه اذا يكملوا يبقوا محترميني لان كل بغينا نديروا الفوضى كون درناها انا التجأت للقانون الرباني والقانون الارضي الكوني صافي